من القدس سيد دومينيك الين ممثل صندوق الامم المتحده للسكان في فلسطين. سيد دومينيك مرحبا بك. بعد 100 يوم من الحرب الاسرائيليه على غزه، كيف تصف وضع سكان القطاع؟ شكرا ريما لاستضافتي. لقد عدت للتو من غزة نهار الثلاثاء في مهمة كنا فيها في المنظمة أو في الوكالة الأممية، ومن الواضح جدا أن الوضع في غزة صعب للغاية ويسوء يوميا. اليأس، الظروف الصعبة من الأشخاص الذين التقيت وإياهم من النساء الحوامل، من الطواقم الصحية، وكل العاملين في المنظمات الدولية يقولون أنه ليس من مكان آمن في غزة، ليس من غذاء وشحن في المياه، والأغلبية السكان نزحوا أو ينزحون إلى الجنوب، وهو مأهول جدا بكثافة في السكان. ولا أريد أصلا أن أتحدث عن الحياة بكرامة لأني لم أشهد أي أثر لها في غزة، والأشخاص وحاجات الأشخاص النازحين داخليا تتزايد وتعاظم يوميا، وعلى العالم أن يساعد غزة. وحاليا دومينيك، ما معنى أن يكون سكان القطاع خاصة في الشمال على وشك مجاعة حقيقية؟ ما المقصود مجاعة حقيقية بالإضافة طبعا إلى انتشار الأوبئة في هذه المناطق؟ نعم، من وكالتنا الأممية نتابع الأرقام، وأنا مروع لعدد الأشخاص في غزة الذين يعانون من خطر المجاعة، حوالي 5500 امرأة حامل من المتوقع أن تولد في الشهر المقبل، وهذا يعني 180 امرأة حامل ستلد يوميا، والعديد منهن يعانين من سوء تغذية ووضع صحي صعب، وإذا ما بلغهم نقص أو المجاعة فكيف سيلدن؟ ولا يجب أن نسمح بحصول ذلك. والوضع في غزة صعب للغاية من حيث الأمراض السارية وانتشارها، وثمة أماكن لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليها. في الشمال لدينا بعثات كثيرة تم منع وصولها، لذلك ليس لدينا فهم كامل للوضع في الشمال. إن وكالتنا أو صندوقنا للسكان ينسق مع الأوتشا ومع اليونيسف، وكنا نسعى إلى إيصال بعثاتنا إلى الشمال، ومنذ 3 أيام بعض البعثات تم أو بلغت بعض الأماكن التي كنا نسعى إليها، وقد زدنا من الإمدادات إلى مستشفى الشفاء الأساسية لا سيما للنساء الحوامل في الشمال. ليس لدينا فهم كامل للوضع ووصول كامل إلى الشمال، ولكن يجب أن نسعى إلى تقديم الخدمات لكي يبقين على قيد الحياة. وماذا سيكون تأثير ذلك على الولادات طالما تحدثت عن النساء الحوامل ومعاناتهن، كذلك على كبار السن والأطفال؟ نعم، حينما كنت هناك وفريق وكالتنا على الأرض أو وكالتنا على الأرض ككثير من المنظمات الدولية زرنا مستشفيات، ومنها المستشفى الإماراتي في رفح. وما صعقني لأننا نتحدث هنا عن نساء الحوامل هو أن هذا المستشفى الإماراتي وهو مستشفى للحوامل أو للولادة، وهو الآن فاق قدرته الاستيعابية. نتحدث هنا عن المستشفى الإماراتي، وقد أعطانا أحد أو امرأة من هناك موجزا من الطواقم، وتشهد هذه المستشفى 70 إلى 80 ولادة كل يوم، وغالبيتها قيصرية، والغرف الولادة تفوق قدرتها الاستيعابية، والنساء الحوامل
يتناوبن على غرف التوليد لأن القدرة لا تستعيبن بأكملهن، وبعد ولادتهن يتم إجلاؤهن أو إخراجهن من المستشفى بساعات، وعادة بعد العملية القيصرية تحتاج المرأة إلى 3 إلى 4 أيام أو حتى شفائها يتم إخراجها من المستشفى، ولكن هذا لا يحصل في هذه المستشفى لأنها فاقت قدرتها الاستيعابية بكثير. وقد رأيت بأم عيني ومن المشاهد الصاعقة التي رأيته هو أنه في جزء من معبر رفح الآلاف من النازحين داخليا يتوجهون إلى رفح، وقد رأيت هذا المشهد الذي صعقني لا سيما عن الأشخاص الكبار سنا. رأيت عائلة منها أشخاص كبار في السن والأطفال، وقد وصلوا إلى هذه المنطقة بالتحديد، وصورة الجد لهذه العائلة حينما كان يخرج إلى الرمل بكرسي متحرك كان من الصاعق جدا أن أرى هذه المشاهد. وعلى العالم الآن فورا أن يتحرك، وهذا كان واضحا جدا لي منذ الزيارة، لاسيما أننا عملنا مع يافعين لسنوات ومنهم شبان في غزة وهم يعملون الآن، وهؤلاء الآن هم نازحون داخليا ويسعون إلى إيصال المساعدات. وقد التقيت بجمانة أحمد وهي من الأشخاص الأكثر تأثيرا في غزة، وغالبا ما تشارك في حوارات سياسية على صعيد المجتمع الدولي لا سيما أيضا حول غزة وفلسطين، وهي تعمل على الاستجابة الإنسانية، ولكن كان لها رسالة بينة جدا للعالم. وقد بلغتني من الطواقم الطبية التي التقيت أو الذين التقيت معهم أنه يجب على الوضع أن يتوقف الآن، ويجب أو يحتاجون إلى إطلاق نار فوري. أوضاع صعبة إذن في القطاع، هل وقفتم على أوضاع من يعانون من أمراض مزمنة، أمراض الكلى والسرطان؟ بالطبع هذا أمر عملت عليه وكالتنا لا سيما مسائل السرطان الثدي التي هي شائعة، والأمراض غير السارية وبعض الأمراض المزمنة. قد التقيت بطبيب وصف الوضع، وهو بنفسه يحاول العمل على المنظومة الصحية وعلى المستشفيات، وروى لي أنه كيف والده يتوفى أو ينازع بسبب السرطان الذي أصابه، وليس بإمكانه أن يقوم بالكثير لإنقاذ والدي، وهذه إحدى التحديات التي تواجه الطواقم الصحية التي تعيش أزمة بسبب الوضع وبسبب نسبة الإصابات وأثر ذلك على الطواقم الصحية والمستشفيات الذين يعملون فوق قدرتهم، وأيضا يعينون النساء الحوامل ويحرصون على أن يستطعن الولادة في غزة، لأن هذه الولادات لا تتوقف، ويجب أن نكون على الأرض لتوسيع نطاق المساعدات للنساء الحوامل. من القدس دومينيكا لينا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، شكرا جزيلا لك.